لا تنسى إذا دخل رمضان وهل هلاله أن تدعو بالدعوة المشروعة لك في كل شهر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، لا تنسى هذه الدعوة. يشرع للمسلم أن يقولها كلما رأى الهلال من أول كل شهر، يدعو بهذا الدعاء، فاحرص عليها في كل شهر وفي رمضان خاصة، تدعو الله عز وجل أن يهل عليك هذا الشهر العظيم والموسم الكريم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام.